38 شخصا قتلوا في مدينة بنغازي شرقية ليبيا خلال اشتباكات بين قوات ليبية خاصة ومقاتلين إسلاميين. وكانت المعارك في بنغازي أكثر ضراوة، حيث جرت الاشتباكات بين عناصر من الجيش النظامي انضمت إلى القوات الجوية تحت قيادة أحد الضباط المتقاعدين الذي يريد إخراج الإسلاميين من المدينة. وقد أجبر هذا الوضع الدبلوماسيين الأجانب على مغادرة البلاد، فقد سحبت الأمم المتحدة والولايات المتحدة وتركيا جميع دبلوماسيها، وقد دخلت البلاد مرحلة حرجة. ومعنا عبر الهاتف عضو مجلس شورى ثوار بنغازي السيد محمد زاوي. سيد محمد، هناك أنباء عن سيطرة قوات مجلس شورى ثوار بنغازي على معسكر 36، ما دقة ومصداقية هذه الأخبار؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام. أولا نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا النصر، وسيتلوه نصر ثم نصر ثم فتح بإذن الله. ثانيا نحن يعني تعودنا على أن الأخبار هذه ما نحتاج نأكدها دائما للإعلام، لأن الشارع في ليبيا وفي بنغازي بالخصوص يعني علم ويعلم زيف الإعلام الكاذب الذي يروج دائما بانتصارات وهمية، وكل ما تتحقق يعني هزيمة لهذا الجيش النكراو كما قالوا في أول معركة دخل فيها حمص، أنه هو سيطر على منطقة الهواري والسيفرج والمناطق اللي هي تحت سيطرة الأنصار وخصوص مدينة بنغازي. فيعني دائما يروج الاعلام، وامس طبعا الى اليوم يتحايلون او يحاولوا انهم ينفوا هذه التهمه او ينفوا هذا الخبر بان ليس من الانصار او مجلس الشورى الثوار لم يسيطروا السيطره على معسكر 36، بل لله الحمد هي تحت قبضتنا الان وتحت ايدينا، والمنطقه يتكاد يعني حتى منطقه معطني يعني الان مامنينها شبه يعني نصف منطقه معطني مسيطر عليها ومؤمنه باذن الله يعني حكيفه. نعم. واكثر الناس هم اللي موجودين في المناطق يعرفوا حقيقه هذا الامر يعني، ويعرفوا زيف وكذب الطرف الاخر، بحيث ان هم يروجوا يقولوا لا هي مشكله بسيطه، مشكله كانت معسكر ما لهاش علاقه بالسائقه، وكانت هي اكبر مركز للسائقه 36 يعني، هذه كتيبه اسسها عبد الفتاح يونس، وكانت اكبر قوه خاصه بالقوات الخاصه يعني. نعم. سيد محمد، نعرف انه حصل هناك اشتباكات بالامس، يعني ما هي المكاسب والخسائر في صفوفكم؟ والله لله الحمد يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان ربي خصص على مثلا في صفنا نحن يعني عندنا 2 شهداء يعني كيف، والجرحى والله يعني ما اقدرش احدد لك العدد يعني، لكن الجرح كان اصابات بسيطه يعني، ممكن حالتين خطيره، ولله الحمد يعني الشباب يعني تم اسعافهم تم معالجتهم يعني، هذا بالنسبه لي في صفنا نحن. اما بالنسبه لي في صفهم هم، الهلال الاحمر عند اليوم ما كملش تقريبا، مش عارف اللي حسوه تقريبا مش عارف 15 جثه، لان في امكانات جوا مرميه في المعسكرات وفي الطرق وكذا، فالهلال الاحمر مش عارف عند اليوم ما زال ما شالش باقي الجثث يعني. الهلال الاحمر بحسب ما افاد به قيس الفخري انهن 14 جثه يعني. نعم شيخ، لكن انا عند اليوم اكدوا لي الشباب انه ما زالت في جثث لم تنقل عند اليوم يعني. نعم. سيد محمد، بعد هذه الاشتباكات الدامية التي حدثت في مدينة بنغازي، يعني هل هناك إمكانية للحوار وحقن الدماء مع الطرف المقابل؟ نعم، من الطرف الآخر يعني الطرف الذي أراد أن ينقلب على الشعب الليبي ويصرف خيرته ويحكم فينا قانون الكفر القانون الغربي، أو يريد أن يسلمنا للغرب. نعم. يعني هؤلاء جاءوا عملاء الغرب وكلاء الغرب يعني وكلاء لأمريكا، ونعرف حقيقة يعني هذا الخائن العميل يعني، نحن هو تحدانا وتحدى الدخول علينا في معسكراتنا، ونحن لم نفكر يوم من الايام ان ندخل اي معسكرات او نتحداهم، ولكن لما تحدونا وارادوا ان يحسموا المعركه معنا فنحن مستعدين، كل من يريد يفكر يحسم معنا معركه او يدخل معنا في قتال نحن مستعدين له، سيعرفوا النهايه حتكون في صالح من باذن الله. نحن الى مصر نحن ما نبوش نضيق على الناس وعلى ارزاقهم، وعامه الناس بالذات في مدينه بنغازي يعرفوا من هو السبب في ذلك ومن اللي يريد الضرب بالشعب الليبي. يعني نحن نحاول والله نخفف المعاناه على اهلنا في مدينه بنغازي، ولكن تشوف انت هم كل يوم يعني ضرب وقصف عشوائي وتهجير الناس من مناطقهم، ويعني تمت يعني المساله لا تطاق، يعني تكفي ان المطار اقفلوه، الميناء اصبح مرتع لهم لتدخيل المخدرات والحشيش وتهريب الاسلحه، يعني تمت معاناه يعني مدينه بنغازي، ومدينه بنغازي لا زالت صابره وما زالت تحتسب اجر على الله سبحانه وتعالى، ولكن لكل شيء حد يعني كيف، ونحن تحدينا هذا التحدي من قبل هذا العميل الخائن، وسنريه يعني باذن الله يعني. نحن لا نريد الكلام كثير، نحن ما تعودناش على الكلام، نحن تعودنا على الفعل، سنريه ما لا يقوله هو يعني كيف، نحن سنريه يعني حقيقه الفعل وحقيقه القتال وحقيقه ايش التضحيات اللي نبذلها نحن من اجل اهلنا في ليبيا وفي بنغازي بالخصوص. جزيلا لك.
في غضون ذلك أعلن مستشفى معيتيجا حالة الطوارئ القصوى بعد الاشتباكات التي شهدتها مدينة طرابلس وضواحيها، ووجه نداء إلى الأطباء للالتحاق بالمستشفى مناشدا المواطنين التبرع بالدم لإنقاذ المصابين. أوضحت مصادر طبية أن المستشفى يعاني نقصا في الأطباء والممرضين وخاصة أخصائي الجراحة والمسعفين والذين تخلفوا عن الحضور بسبب أزمة البنزين وبعض المشاكل الأمنية الأخرى. تجددت الاشتباكات منذ الساعة 8 تقريبا من صباح اليوم بين التشكيلات المسلحة التي تنتمي معظم قواتها لكل من مدينتي مصراتة والزنتان في العملية التي أطلق عليها فجر ليبيا التي تدور رحاها منذ أسبوعين تقريبا، وأدت إلى تدمير 90% من الطائرات التي كانت رابضة هناك حسب مصدر حكومي. وأصيبت طائرة أخرى اليوم تابعة لشركة الخطوط الليبية جراء الاشتباكات الدائرة في محيط المطار لليوم 14 على التوالي. وأقل شهود عيان في مناطق بن عاشور وسبعة وسوق جمعة التي تبعد عن منطقة الاشتباك نحو 20 كيلومترا على الأقل أنهم سمعوا أصوات انفجارات قوية هزت أبواب ونوافذ بيوتهم ما أدى إلى حالة من الهلع انتابت السكان. هذا فيما تعاني المناطق المحاذية للمطار أوضاعا إنسانية سيئة جراء القذائف المتبادلة ما أدى إلى مقتل أكثر من 45 شخصا وإصابة 120 آخرين حسب رئاسة الحكومة المؤقتة، كما أشار شهود عيان إلى النقص الحاد في كل شيء بهذه المناطق. أحد قيادي الكتيبة الأمنية التي تسيطر على المطار قال من جانبه إن القصف لم يتوقف على امتداد 14 يوما فيما تضاربت الأنباء حول نتائج الاشتباكات لعدم وجود مصدر محايد من ناحية وصعوبة وصول الصحفيين إلى مناطق الاشتباكات من ناحية أخرى، ولم يتسنى الحصول على معلومات من جانب التشكيلات التابعة لدرع الوسطى التي نسبت إليها تصريحات بشأن سيطرتها على ما يعرف بالنقلية معسكر حمزة الواقعين بين منطقة صلاح الدين والطريق إلى قصر بن غشير، إلا أن الطرف الآخر المتمثل في القعقاع والصواعق نفى هذه المعلومات. وقال مصدر عسكري بقوة الردع الخاصة في تصريح لبوابة الوسط إن الدوريات تجوب الشوارع الرئيسية بالعاصمة لضبط الأمن وحفظه من الخارجين عن القانون وتأمين محطات الوقود التي أغلقها مسلحون يسعون لنشر الفوضى في لرئاسة كان العامة ومعسكر 36 صاعقة التابع لأحد معسكرات القوات الخاصة في مدينة بنغازي. وكان مصدر من القوات الخاصة الصاعقة أكد في وقت سابق سيطرة أنصار الشريعة على بعض المعسكرات داخل مدينة بنغازي شرق ليبيا. ما يضربوش يا محمد، ما يردوش المشكله لا يردوا مره مش ليك هذه شنو هذه؟ معروف يعني انا تو لما دخيلك بين بي لا
القوات لقوا مسرعهم في ليبيا في الاشتباكات المستمرة منذ الليلة الماضية بين القوات الخاصة الليبية ومتشددين. وفي ظل تعرض موكب السفارة البريطانية لهجوم اليوم، دعت كل من ألمانيا وبريطانيا رعاياهما لمغادرة البلاد بسبب اشتداد حدة المعارك. المزيد حول تطورات الوضع الليبي مع عبد الوهاب الكاراتي. معارك عنيفة تلك التي شهدتها مدينة بنغازي شرق ليبيا بين قوات الجيش وكتائب مسلحة مكونة من ثوار سابقين، والحصيلة مقتل ما لا يقل عن 38 شخصا. وقد استخدمت في هذه المعارك مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بهدف السيطرة على المعسكر الذي يضم نخبة الجيش الليبي. فبسبب عدم وجود جيش نظامي في ليبيا، فقدت الحكومة المركزية سيطرتها بشكل متزايد على البلاد خلال العامين الماضيين لصالح الجماعات المسلحة القوية. وفي العاصمة طرابلس دارت اشتباكات بين لواءي القعقاع والساعقة وما يعرف بقوات حفظ أمن واستقرار ليبيا، في محاولة الجانبين السيطرة على المطار الرئيسي جنوب العاصمة.